بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. المرأة المتبرجة والمحجبة حجاب زائف غير حقيقي، كما نرى اليوم، ملعونة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث صحيح بروايتين اللي هقولهم، صنفان من أهل الجنة لم أرهما وسيأتيان من بعدي، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها لا يظهر من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية من مسيرة 40 عام. وفي رواية أخرى بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. تفسير هذا الحديث إيه؟ قال إنهن ملعونات من قبل الملائكة، الملائكة تلعن المرأة المتبرجة اللي بين شعرها، واللي بتتحجب حجاب غير شرعي، تغطي شعرها لكن تلبس بادي ضيق يبرز مفاتن جسمها، وتلبس بنطلون ضيق تتشابه بالرجال، هذا حجاب زائف، حجاب غير حقيقي. هذه المرأة تخضع نفسها. الحجاب الصحيح هو الحجاب الواسع الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف. فكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كثير من النساء يعني يتبرجن تبرجا مقنعا، يعني هو تبرج يعني مصورة انها محجبه لكنها في الحقيقه مش محجبه ولا حاجه. كلمه نساء كنسيات عاريات معناها لابسه لكنها في الحقيقه مش لابسه. مائلات اي مائله، اي قلوبهن مائلات الى الرجال. مميلات، مميلات يعني بتجعل الرجل ينظر اليها، تجعله يميل اليها، يميل اليها. وصورنا كاسنمه البخت ماشيه تتهز وشعرها عمال يتهز، عامله تسيحه، لا يدخلنا الجنه، محرم عليها الجنه ولا يشممن ريحها ولا حاجه. والعياذ بالله، ليه؟ لأنها بتحض الرجال على الزنا، وتتسبب في وقوع الرجال في الزنا، وبتتسبب في فساد المجتمع. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم مسموم من سهم إبليس. فالرجل بيزني بعينه، هي اللي تسوي السبب، هي اللي بتسبب في هذا. والدال على الشر كفاعله، كما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدال على الخير كفاعله، أيضا بمعنى قياس على هذا الحديث الدال على الشر كفاعله. فهي كما تتسبب في زنا الرجال بالعين وربما في الفرج بالفرج، فهي ايضا تكون في حكم الزنيه والعياذ بالله، فتستحق اللعن من الملائكه. وبامر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا نحن ان نلعنها. ويدخل في هذا اللعن الولي، ولي هذه المراه يعني الذي والعياذ بالله يعني مصاب بالدياسه، لان الرجل الذي يترك زوجته او ابنته أو اخته تخرج من بيتها متبرجه او عاريه، هو رجل يعني والعياذ بالله عنده دياسه، ديوس، والدياسة درجات، الذي لا يغار على أهله، وهو أيضا يدخل في اللعنة والعياذ بالله. عشان كده أنا كل بحد كل إنسان شافني دلوقتي، لو لك قريبة أو زوجة أو أخت أو بنت متبرجة أو محجبة حجاب غير شرعي، بتلبس بنطلون والبنطلون لا يبوش شرعا، البنطلون لبسة الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. وفي رواية أخرى لعن الله المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء. فاللي بتلبس اللي عامل المحجب حاجة بخشوع، تتقي الله، لازم تلبسي عباءة واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف. مش عاجبك يبقى الباقي لا، الكلام اللي انت لابساه ده وخلاص، يبقى لان دي زي دي، هنا انت هنا داخله في العقوبه وداخله في عقوبه. الحرام درجات، الحرام درجات. يعني الثاني متبرك يكون اشد حرمه، لكن هذا لا يعافيك من الاسم، انت اسمها اسم كبير، والاخرى اسمها اسم كبير ولكنه اسم اكبر. ف يعني يا ريت كل انسان يتقي الله سبحانه وتعالى، والزوج او الاب عليه دور اكبر من المراه، المراه تحت قوامه الرجل، فهتشترك معاه في الاسم يوم القيامه، لانك تركتها تخرج هكذا. وربما لا تقبل منك الصلاه والفروض، الصلاه والفروض، يعني الانسان له تحت ولي يعني امراه متبرجه، ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه الصلاه. كما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الحديث رجال يركبون المياسر، ينزلون على ابواب المساجد، تنزل نسائهم كاسيات عاريات، من علامات الساعه، رجال يركبون المياسر العباء والسيارات الفارهه، ينزلوا يصلوا في الجامع لما يعدوا، ويتركون نسائهم تنزل عاريه في البيت، كان بيقولوا الصلاه دي مالهاش قيمه، مش مقبوله. عارف عنك اسم ترك الصلاة، لكن لا تقبل الصلاة، ما تاخدش عليها ثواب.
كل ده عشان انت شايف زوجتك او اختك او بنتك متبرجه او محجبه حجاب غير شرعي. فيا ريت نتقي الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي.